اهلا بكم في كايرو دار. استعرضنا مع بعض ورقه الامتحان وعرفنا الاربع جزئيات او الاربع اسئله الاجباري اللي فيها. هنبدا ناخد كنموذج فعلي كده قدامنا وهو ورقه امتحان 2012 ونشوف اهم المشاكل اللي واجهت الطلبه ونستفاد منها عشان امتحان 2013 ان شاء الله. السؤال الاول طبعا كان الامتحان طبعا كله اجباري. السؤال الاول بيقول تخير الاجابه الصحيحه، ايه المشكله اللي حصلت لبعض الطلبه في تخير الاجابه الصحيحه؟ في طلبه طبعا الواضح من اجابتها قرت السؤال بسرعه فما ركزتش. في طلبه للاسف الشديد واحنا كنا بننبه عليها بتعمل اجابتين. ما ينفعش يعني انا عايز اعرف هنا طالب بنقول اختار ما بين الاجابه الصحيحه من بين الاقواس، فجايب لك تخير اربع جزئيات وليكن مثلا السؤال اللي قدامي، سؤال بيقول سكنت قبيله نقط الطائف وعندي الاوس وعندي قريش وعندي ثقيف وعندي خزرج. ما ينفعش اكتب في الورقه مثلا ثقيف وانا مش متاكد قوي، اروح كاتبها مثلا الاوس في حته تانية، او يجي لي في ورقه تانية يقول لي ايه اعاده اجابه السؤال رقم كذا. ما ينفعش تماما تخير الاجابه الصحيحه، اختار اجابتين، هينظر الاجابه الاولى فقط. يبقى نخلي بالنا من النقط دي، ودي من الحاجات اللي وقع فيها الطلبه. كمان محدش يستهون بسؤال اختار ما بين الاقواس، احنا عندنا ثلاث جزئيات بثلاث درجات، كل واحده بدرجه، فنخلي بالنا قوي كده كويس من هذه المشاكل، لان في طلبه للاسف الشديد بتنسى. تيجي تقول تبقى محتاره بين الاسئله فيقول لك طب انا هحل بقى السؤال ده في الاخر، ويبدا ينشغل في حل ورقه الامتحان وينسى تماما ان يحل واحده من اختار الاقواس وتبقى درجتها قدامنا موجوده، كل اللي عايزين التخير فقط. يبقى ده كشكل من اشكال اول حاجه في ورقه الامتحان، واضح قدامنا السؤال باجابته والاجابه النموذجيه. طبعا احنا عايزين كلمه واحده، ما ينفعش تماما كلمتين، ما ينفعش اقول له السبي قسم من اقسام الغنيمه او الفي، ما ينفعش، هي حاجه واحده اختارها. ده كده شكل من اول جزئيه كان الف طبعا، وده اللي هيبقى قدامنا في امتحان 2013 بيبقى تخير الاجابه الصحيحه الواحده بدرجه. نبدا نشوف الجزئيه الثانيه، كان جاي من مقترحات، سؤال ما المقترحات؟ انا ما خافش منه وما قلقش تماما منه، كاني بيقول لي وضح رايك، وجه نصيحه، مقترح، ودي حاجات للطالب، يعني الطالب بيكتبها هياخد درجته. الطالب اللي مش هيكتب هو اللي مش هياخد درجه، يعني اتاكد تماما انت اي حاجه هتكتبها في سؤال زي ده درجتها مكتوبه. سؤال الراي، انت راي الطالب يحترم مهما كان مخالف، ولكن هيبدا نعمل ايه؟ هنديك درجته، لان انت كتبت راي، لان بتطلب منك راي او مقترح. فمثلا على سبيل المثال سؤال قدامي بيقول لي مقترحاتك لميثاق جامعه الدول العربيه حتى تصبح وحده عربيه حقيقيه ملموسه. سؤال زي ده هو بيقول لي مقترح، طب ما هو ممكن يجي لي مقترح للاتحاد العربي، مقترح لتتوحد الامه العربيه، مقترح لتفعيل الدول العربي، مقترح لحل مشكله فلسطين مثلا، مقترح للخروج من الازمات الاقتصاديه في مصر، ده كان السؤال الثاني. فمثلا احنا بنحط بعض البنود بنفتح بيها كمقترحات للطلبة، ولكن زي ما قلنا الطالب اللي هيكتبه هياخد عليه درجة. يعني مثلا هنا بنقول مقترحات لجامعة الدول العربية احنا درسناها في المنهج في مشاكل، اعكس المشاكل، يعني كان مكتوب في الكتاب المدرسي ان من اهم مشاكل جامعة الدول العربية القرارات بالاجماع، خلاص اقول له لا لازم تكون القرارات بالاغلبية وليست بالاجماع، لازم اعمل وحدة اقتصادية عربية تمهيدا لوحدة سياسية، لازم افعل ميثاق الضمان الجماعي، ازيل الحواجز الجمركية، اوحد العملة، اعمل سوق عربي مشترك، الحاجات دي كلها مقترحات لجامعة الدول العربية. طيب سؤال، وسؤال مهم جدا واحنا ما زلنا بنعاني من هذا السؤال، وده جه السنة اللي فاتت، سؤال بيقول ايه؟ مقترحاتك لتخطي مصر الاثار الازمة الاقتصادية التي تعرض لها مصر الان مع نقص الاحتياطي الاجنبي. مشكلة بنعاني منها مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير. هنا بيقول لي ايه مقترحاتك عشان مصر تتخطى هذه الازمات الاقتصادية. برضو مفتوح للطالب يكتب اللي هو عايزه، سواء نزود الانتاج، مثلا نحاول نقضي على الاضطرابات في البلد، نحاول نوقف الى حد كبير الاعتراضات والاعتصامات والثورات، الحاجات دي كلها، ونكتفي كلها او نلتف كلنا لإقامة البلد وبناء البلد. طبعا احنا حاطين بعض النقاط اللي في إطار هذه الجزئية، منها الانتهاء من الإضرابات والمطالب الفئوية. مش هنقول انتهاء يعني احنا نقضي عليها، لا هنأجلها لوقت لاحق، لحد ما البلد بس تنهض. تمام؟ إصدار عديد من القرارات السياسية، نقدر نطمئن رأس المال العربي والأجنبي عشان يعملوا مشروعات في مصر تنهض مصر. البدء فورا في سيطرة الأمن والحالة الأمنية مهمة جدا عشان الحاله الاقتصاديه، فدي من الحاجات الاساسيه اللي لازم الطالب يحطها في دماغه. يبقى هنا دي اشياء بعض المقترحات. يبقى سؤال جاي لمقترحات او راي، وده 100% جاي في الامتحان راي او مقترحات، ما تخافش من السؤال، اكتب. احنا عايشين الجو اللي في مصر من خلال
ازمه اقتصاديه اقدر اتكلم فيها. لو كانت في المنهج هشوف الجزئيه في المنهج واقول رايي فيها، ما فيش اي مشكله، الراي يحترم وهتاخد عليه الدرجه. ده كان رقم ب، كان المقترحات. رقم ج في السؤال الاول بيبقى قطعه، دايما بيبقى عندنا قطعه وبيبقى عليها عده اسئله، السؤال بيبقى بدرجتين. يعني مثلا على سبيل المثال السنه اللي فاتت كان جايب لي قطعه بيقول لي الحضاره الاسلاميه هي الاساس الحقيقي للحضاره الاوروبيه الحديثه. ما تعبش وما زهقش من القطعه وما خافش، لا انا بص الاسئله اللي ورا القطعه. اول سؤال بيقول لي وضح ايه فضل العرب على اوروبا في علم الرياضيات. احنا عندنا فضل في حاجات كتيره جدا، رياضه، كيمياء، فيزياء، في الطب، في الصيدله، في الموسيقى، في الجغرافيا، في حاجات كتيره. هو جه بيسالني في حاجه واحده. طب انا نسيت سؤال زي ده هعمل ايه؟ انا واخد علم الرياضيات واخد مثلا عندنا مؤسس علم الجبر الخوارزمي، خلاص اقول بحاجه بسيطه بالترجمه ان الاوروبيين ترجموا مؤلفات الخوارزمي. انا خرجت كده من دايره ايه؟ ان انا اقول ان انا ناسي او لا افكر علم الرياضه اللي انا اخدت فيه مين؟ اشوف الشخصيات، اشوف الكتب اللي خدتها واقول انا ترجمتها على طول. وده سؤال بسيط ما فيهوش اي حاجه. طبعا اهو اوروبا عرفت وتدين لنا بمعرفه اسس علم الرياضه ترجم الاوروبيين مؤلفات الخوارزمي في الرياضيات اللي هو حساب الجبر والمقابله. طبعا ده سؤال من الاسئله برضو نخلي بالنا منها. برضو كان جاي من الاسئله اللي جت السنه اللي فاتت الاعمال الكبرى التي قام بها علماء الحمله الفرنسيه. سؤال زي ده سؤال مهم وسؤال اتكرر في اكتر من امتحان، يعني مش هقول ان هو سؤال في 2012 بس، لا ده احنا بص هنلاقيه في خمس او ست امتحانات في الاعوام اللي قبل كمان 2012. هنا مش بيقول لي ايه اعمال علماء الحمله، هو مش يعني الطالب كده اول ما يشوف كلمه حمله علماء يروح يزع لي كل الاعمال العلميه، لا ده بيقول لي الاعمال الكبرى، وانا عندي اعمال كبرى ثلاثه، ما اقعدش ارغي واكتب كلام كتير، هم ثلاث اعمال هكتبهم هاخد منهم الدرجتين اللي هو بتوع السؤال. مثلا ثلاث اعمال فك رموز حجر رشيد، تاليف كتاب وصف مصر، وكذلك اللي هو عندنا الجزئيه بتاعت مشروع توصيل البحر الاحمر المتوسط اللي هو الان طبعا قناه السويس. ده كده الثلاث اعمال الكبرى، مش محتاج بقى اتكلم، يعني كاني بالظبط بيقول لي ايه الاعمال اللي مصر بتستفاد بها الان. يعني في مره السؤال ده جه بشكل تاني وقال لي، ما قاليش الاعمال الكبرى، قال لي استفادت مصر من اعمال الحمله الفرنسيه. ايه اللي احنا استفدناه من اعمال الحمله الفرنسيه؟ هم الثلاثه، توصيل البحرين اللي هو قناه السويس، فك رموز حجر رشيد، ما زلنا بنعرف التاريخ الفرعوني والحضاره الفرعونيه من خلال هذا الفك رموزه اللي هو حجر رشيد، كمان كتاب وصف مصر موسوعه موجود بيها بكذا نسخه طبعا ومترجمه. طبعا دي كلها حاجات علميه مستفاده مصر بيها. طبعا اخر جزئيه لان القطعه بيجي عليها ثلاث اسئله والثلاث اسئله بست درجات، يعني درجتين درجتين درجتين. نركز ونحاول لما بنيجي نكتب السؤال، كتبت السؤال الاولاني في القطعه افصل بسطر كده بالمسطره وابدا اخش على السؤال الثاني، خلصت السؤال الثاني برضه بالمسطره اخش على السؤال الثالث. طيب انا كده في النقطه الثالثه. مثلا على سبيل المثال سؤال ارتقاء مستوى الوظائف العامه، ده سؤال لخبط طلبه كتير قوي. لان كل اللي عارفينه في عهد اسماعيل او الخديوي اسماعيل طالب يقول لي ايه؟ انا عارف التعليم في عهد اسماعيل والنواحي الثقافيه في عهد اسماعيل. لكن هو السؤال جاي بطريقه غير مباشره بيقول لي ايه؟ ايه اسباب ارتقاء مستوى الوظائف؟ طب شفتها فين الكلمه دي؟ الجمله دي اكيد موجوده في الكتاب. هنلاقيها في نتائج الثقافه. انت لما شفت النهضه الثقافيه هتلاقي تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى ارتقاء مستوى الوظائف العامه. طيب هو بيقول لي ايه اسباب ارتقاء مستوى الوظائف؟ يبقى بالتالي كده هعمل ايه؟ هجيب له الجانب الثقافي، لان هو بعد ما شرح عندي في كتاب المدرسه التعليم في عهد اسماعيل والثقافه في عهد اسماعيل جه قال لي ايه؟ ونتيجه النهضه الثقافيه التي شهدتها مصر في عهد اسماعيل حصل ايه؟ ارتقاء في مستوى الوظائف العامه. طيب خلاص يبقى ايه سبب ارتقاء الوظائف؟ اسباب ارتقاء الوظائف زي ما قلنا هو كما واضح قدامنا هنشوفه دلوقتي حالا، هو طبعا النهضه التعليميه والثقافيه التي شهدتها مصر في عهده، انشاء جمعيه معارف، دار الكتب، في كمان عندنا غير دار الكتب والمعارف في جمعيه جغرافيه سنه 75، في جمعيه خيريه اسلاميه، في انشاء صحف علميه وادبيه وسياسيه اطلق لها حريه الراي، بدات سياسه البعثات تؤتي ثمارها، تولى الوظائف خريج المدارس والمعاهدات والبعثات. دي كلها حاجات هامه جدا حصلت في عهد اسماعيل. هذه الاشياء تؤدي في النهايه لارتقاء مستوى الوظائف العامه. يبقى هنا نعرف اجابه السؤال ازاي. كده انا خلصت السؤال الاول، جاوبت على اول جزئيه اختار من الاقواس، جبت على الجزئيه الثانيه اللي وضح هي مقترحات او اراء زي ما بتيجي، والجزئيه الثالثه قطعه وعليها ثلاث اسئله. هبدا في سؤال ثاني. طيب عندي ورقه الامتحان او ورقه الاجابه بتاعتي اللي بكتب فيها كراسه، وانا دلوقتي عندي بقيه الصفحه كتبت في اول خمس ست سطور وبقيه الصفحه فاضيه، اجر بالمسطره واكتب اقول اجابه السؤال الثاني؟ لا اسيبها خالص
وابدا في صفحه جديده تماما، ابدا بقى باجابه السؤال الايه الثاني. يعني نتخيل كده انا خدت السؤال الاول ده اللي انا هو الثلاث جزئيات الف وب وج في صفحتين ونص، في ثلاث صفح ونص اسيب النص ده فاضي خالص وابدا في صفحه جديده السؤال الثاني اللي هو قدامنا. السؤال الثاني بيبقى مكتوب قدامي ايه؟ اي العبارات الاتيه او التاليه صحيحه وايها خطا؟ يعني خطا او صح مع ذكر السبب في الحالتين. طيب في طلبه خدت وتعودت على طول السنه تروح عامله لي علامه، تعمل لي علامه الخطا اكس وعلامه الصح. لا ما ينفعش، ما ينفعش تماما. احنا بنقول هنا في السؤال ايه؟ اكتب صحيحه وخطا او مين الصح ومين الخطا، وتكتب كلمه حتى هو بيوضحها لك في ورقه الاسئله يقول لك اكتب كلمه صح او كلمه خطا. يبقى ما ينفعش اعمل علامات، لان عندنا طبعا كلمه صح او كلمه خطا عليها نص درجه، يعني ليك فيها درجه فلازم قوي. وفي طلبه بتنسى، يبقى مثلا زي السؤال ده مثلا على سبيل المثال بيقول لي اثرت الحضاره الفارسيه في الادب العربي. السؤال ده الطلبه معظمهم حافظينه كسؤال اثبت ايد بالادله. طالب اول ما شافه في صح وغلط راح مسك على طول كتب الاجابه وكتبها صح. طب فين كلمه صح وكلمه خطا؟ ما انت هنا لازم تركز. اول حاجه اقول له واحد اثرت الحضاره الفارسيه، العباره صحيحه خلاص كتبت كلمه صحيح خدت لي نص درجه تمام. ابدا اشوف بقى اجابتي في هذا السؤال. طبعا كانت الاجابه واضحه وسهله جدا اللي هي تغيير فكر ومضمون الشعر العربي، ادخال فن البلاغه في الكتابه فظهرت رسائل ديوانيه، ثم ظهور كتب الحكم والامثال زي كتاب عبد الفريد لابن عبد الرب، عيون الاخبار لابن قتيبه، الادب الصغير والكبير لابن مقفع. ولو كتبنا الاجابه مختصره في الشكل اللي قدامنا ده هتبقى صحيحه تماما، لان ده سؤال زي ما قلنا صح وغلط كله بالعلامه بالتعليل عليها درجه واحده فقط. يبقى نركز كده ان الواحده عليها درجه بالعلامه بالتعليل. طيب النقطه التاليه كانت جايه لنا برده، جاء الاسلام بدعوه الدين ودوله. دعوة الدين ودولة، يعني مش هيفصل الدين عن الدولة، الاتنين مع بعض. برضو كانت في عبارة صحيحة ونوضح إجابتها كما واضح قدامنا، إن الدين دعوة الدين وضع أسس العقيدة التي يجب أتباعه يؤمنوا بها، رسم حدود المعاملات بكل أنواعها حتى نقيم مجتمع إسلامي متميز. يعني من ناحية الدين أسس عقيدة ومن ناحية الدولة معاملات، وبالتالي هنا تبقى دين ودولة. كان جاي سؤال تالي وهو شهد العصر الأموي استقرار اجتماعي بين المسلمين. طبعا العباره كانت خطا، خدوا بالكم يبقى في صح وفي خطا، مش هكتب كله صح ومش هكتب كله خطا، في هنا علامات صح وخطا. خلاص قلنا خطا وبوضح هنا عدم الاستقرار، التعصب الامويين للعرب يعني انحيازهم للعرب اكثر من موالي، حتى في صراع، صراع ما بين العرب والموالي وصراع بين العرب انفسهم، يسقطت الدوله الامويه. يبقى هنا ايام العصر الاموي مفيش استقرار، يبقى واضح من السؤال كده. خدنا كام سؤال صح وغلط؟ خدنا ثلاث أسئلة، ثلاث أسئلة عبارة عن ثلاث درجات. يبقى زي ما خدنا فوق كده في السؤال الأول تخير الإجابة من بين الأقواس ثلاث نقط بثلاث درجات، بناخد ثلاث درجات كمان فين؟ في الصح وخطأ. طيب رقم ب اللي جه في امتحان 2012، إن شاء الله 2013 مش هيختلف تماما عن الأشكال اللي إحنا بنشوفها، هتبقى طبق الأصل زيها بإذن الله. سؤال بيقول لي ماذا يحدث إذا نجحت الحملة الصليبية الثانية عام 1147 وتحت لم ينفذ محمد علي معاهدة لندن عام 1840. الطالب، في طلبة كتير بتزهق وبتخاف من ماذا يحدث. طب ليه؟ أنا دلوقتي عندي بيقول لي نجحت الحملة الصليبية الثانية، أنا واخدها في المنهج إن هي فشلت. طيب أنا أعرف منين ماذا يحدث دي؟ أجيبها إزاي؟ أنا دلوقتي واخد نتيجة الفشل عندي في كتاب وحافظها، يبقى أنا عندي حاجة اسمها نتائج فشل الحملة الصليبية الثانية. هو بيقول لي هنا ايه؟ ماذا يحدث لو نجحت؟ اجيب نتائج الفشل اللي انا حافظها واعكسها له. خلصت. ما فيهاش اي مشكله خالص بالنسبه لي. هنا هضمن درجتي. طب ازاي؟ اهي قدامك. بنقول مثلا كانوا استطاعوا القضاء على قوه طبعا عماد الدين زنكي، بنقول ارتفاع الروح المعنويه للصليبيين. احنا واخدينها في النتائج انخفاض الروح المعنويه للصليبيين. ومكتوب الثانيه انخفاض الروح المعنويه للمسلمين، احنا واخدينها هناك العكس ارتفاع، يبقى انا كده اعكس اهو. وفشل المسلمين في تحرير باقي الامارات مش هنعرف. حتى احنا عندنا نقطه كمان بتقول ان الحروب الصليبيه توقفت 40 سنه لما حصل فشل الحمله الصليبيه الثانيه. طب لو نجحت مش هتوقف بقى خلاص، هم كده هيستردوا، يعني كانوا خدوا الرها اللي هم كانوا واقفين لها. طيب وطبعا السؤال التالي ما فيهوش اي مشكله، كان ينفذ محمد علي معاهده لندن. طب بيتخيل لو هو ما نفذش معاهده لندن ايه اللي هيحصل؟ طبعا دول اوروبا هتتحالف ضده، ودي كانت نص اخير من معاهده لندن،
إذا رفض محمد علي هذه الشروط تلجأ الدول المتحالفة لإخضاعه بالقوة مع طبعا حماية عرش السلطان، وبالتالي خلاص هي السؤال اتعرف كده. لم ينفذ محمد علي معاهدة لندن، يبقى تحالفت الدول الأوروبية ضده واستخدمت القوة العسكرية طبعا وعزلته، وتم القضاء على أسرة محمد علي في حكم مصر كوراثية. طيب ده كده شكل من السؤال الثاني واللي هو ماذا يحدث. يبقى احنا عرفنا أول جزئية وشفنا الجزئية الثانية. الجزئية الثالثة، يبقى الواضح كده إن السؤال الأول ألف وبيه وجيم، والسؤال الثاني ألف وبيه وجيم. السؤال الأول ككل 13 درجة، السؤال الثاني ككل 13 درجة. كده احنا في السؤال الثاني، يعني كده جمعنا 26 درجة. السؤال الثاني هي برضو آخر جزئية فيه برضو قطعة وعليها أسئلة. يعني احنا خدنا في السؤال الأول قطعة وبناخد في السؤال الثاني قطعة. السؤال الثاني قطعة بتقول: تولي محمد علي باشا حكم مصر في يوم 13 مايو عام 1805 بإرادة شعبية قوية، في ضوء ذلك وضح أساليب محمد علي في النهوض بالزراعة. طبعا من الأجزاء المهمة جدا عندنا في المنهج نعرف إزاي محمد علي، هو إحنا بنقول عليه إيه؟ باني مصر الحديثة، مش كده؟ يبقى بنعرف إيه الأساليب اللي بنى بيها مصر الحديثة؟ بنى الزراعة إزاي؟ الصناعة إزاي؟ نقل ومواصلات إزاي؟ كل حاجة عملها محمد علي في مصر لازم كطالب ثانوية عامة داخل أكون حاطط في دماغي. ليه؟ أولا جزئية محمد علي ده الباب الثامن، وده جزء كبير في المنهج، بيجي منه مش سؤال واحد، ده بيجي كذا سؤال. إحنا لو بصينا لعدد الأسئلة اللي جت في 2012 هنلاقيها كتير. في 2012 اكتر جزئيه جت منها كان الباب ال13، كان جاي خمس اسئله ب10 درجات من الباب ال13. محمد علي كان جاي له كذا سؤال بدرجات كتيره، يعني اقدر اجمع من الفصول دي درجات. سؤال بيقول لي هنا اساليب محمد علي بالنهوض بالزراعه. طبعا ادخل اساليب جديده في الزراعه، وفر طبعا الجهد والوقت، اهتم بالتعليم الزراعه واستخدم خبراء، بدا يعمل مشاريع للري، ترعة المحمودية، القناطر الخيرية، بدأ يدخل محاصيل زراعية جديدة، التوت، النيلة الهندية وغيرها، وحسن زراعة القطن لدرجة مصر بدأت تصدره. كل دي بعض الإنجازات لمحمد علي، وده كمثال ليه طبعا جه في امتحان العام الماضي. السؤال التالي برضو في إطار القطعة بيقول لي: دلل إن ضم محمد علي للسودان يخدم فكرة المجال الحيوي الطبيعي المصري من حيث الامتداد الجنوب. السؤال ده بالذات حصل فيه مشاكل كبيرة قوي لبعض الطلبة، وبدأ في تضارب كبير حصل من بعد خروج الامتحان. بعد خروج الامتحان السؤال ده الطلبة اختلفوا كتير قوي، منهم اختلف بين حاجتين، وفعلا الإجابات في ورقة الامتحان كانت ما بين الإجابتين. هو السؤال ده عايز أسباب ضم السودان ولا عايز نتائج محمد علي في ضم السودان اللي هي أعمال محمد علي؟ كتير من الطلبة اختلفوا. في طلبة كتبت الاتنين، يعني في طلب من لما هي اتلخفنت في ورقه الامتحان راح اتكلم الاثنين. طب هو السؤال ناخده كده واحده واحده. السؤال بيقول: ضم محمد علي للسودان ماله؟ بيخدم فكره المجال الحيوي الطبيعي لمصر. ده سؤال بيقول لي اثبت، يعني ايد، يبقى حاجه عملها محمد علي. ما ينفعش اقول الاسباب. هنا بيقول لي ايد ان محمد علي بيخدم المجال الحيوي، يبقى حاجه هو عملها، يبقى عايز اعمال محمد علي في السودان. سؤال واضح لو انا قريته بتركيز وفكرت فيه هعرف. وكان في تضارب كتير وطلب يقول لك لا ده الصح، لا ده الصح، لا الصح هنا في السؤال ايه؟ عايز اعمال محمد علي. والقطعه اللي موجوده قدامنا والسؤال ده جايه نصا من كتاب المدرسه. يعني لو بصينا في كتاب المدرسه في الجزء ده بالذات هنلاقي مكتوبه كده ان ضم محمد علي للسودان يخدم، يخدم ايه؟ فكره المجال الحيوي والطبيعي لمصر من حيث الامتداد الى الجنوب. يبقى الاجابه هنا كانت عايزه ايه؟ مش عايزه الاسباب، عايزه ايه؟ النتائج. لما اقام محمد علي نظام للحكم والاداره حيث عين حاكم عام على السودان برتبة حكم دار طبعا لإدارة السودان، قسم السودان إلى مديريات ومراكز زي ما فعل في مصر سبع مديريات، بنى مدن جديدة خرطوم وكسلة وفمكة، أدخل محاصيل مصرية قمح وخضر فواكه، كمان اكتشف منابع النيل حتى وصل أوساط إيه؟ إفريقيا. دي كلها أعمال محمد علي التي تخدم المجال الحيوي. يبقى نخلي بالنا ونركز قوي. لذلك دايما أقول، ودي من الحاجات المهمة قوي، إني بعد ما أخلص الامتحان ما ينفعش أسلم الورقة وأخرج، لازم 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 واكيد لازم بنبه مره واثنين ومية ان الطالب قبل ما يخرج خاصه في التاريخ بالذات اقرا السؤال تاني واقرا الاجابه. في اخر الامتحان بعد ما بخلص نفسيا انا هديت، هقرا السؤال بتركيز احسن من اول طبعا الوقت في اللجنه، وبالتالي انا هقدر بالتركيز دوت اقرا السؤال صح فاعرف السؤال عايز ايه وما لخبطش نفسي. نبدا نشوف الجزئيه التاليه: نعمت مصر بثمار الحياة الدستورية في عهد وزارة الشعب. طيب طالب يقول لي ايه وزارة الشعب؟ انا معرفهاش.
انا عندك في حاجتين، كلمه وزاره الشعب وموجوده في الكتاب طبعا باسم وزاره سعد زغلول، وفي يناير 1924. اللي طبعا مش حافظ التواريخ هيقول لي طب انا مش عارف التواريخ، مش عارف ايه اللي حصل في 24. طب وزاره الشعب وحياه دستوريه، يعني لازم السؤال يبقى في حاجه انت عارفها او في حاجه مرت عليك، يعني حتى لو انت مش بتلخبط او بتقول لي مش حافظ تاريخ، لا انا عندي وزاره الشعب معروفه ان هي وزاره سعد، خلاص هو بيقول لي ايد بالادله، يبقى عايز هنا ايه؟ اعمال سعد زغلول. يبقى بالتالي هنا ده السؤال التالي، وهو ده السؤال الاخير طبعا في السؤال التاني. السؤال التاني كان قطعه عليها ثلاث اسئله، برضو السؤال بدرجتين، يعني ست درجات هنا قدامنا. نبدا نشوف اجابه هذا السؤال من خلال اولا فصل العملة المصرية عن العملة الإنجليزية، بيع أراضي كثيرة للحكومة، طبعا أراضي حكومية للفلاحين الصغار، كمان زود ميزانية وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم لدرجة عمل قانون إجباري لتعليم البنين والبنات، بدأ كمان يحل موظفين المصريين مكان الأجانب، يعني يعمل إيه؟ تمصير، ويحرر الاقتصاد المصري من السيطرة الأجنبية، وبدأ كمان في محاولة توحيد مصر والسودان ضد بريطانيا، يعني عمل عملية إحياء للحركة الوطنية في السودان، وحدة وادي النيل مصر والسودان ضد طبعا انجلترا. دي كده ثمار الحياة الدستورية من بعد ثورة 19 طبعا بوزارة سعد زغلول اللي هي تسمى وزارة الشعب. كده احنا عرفنا السؤالين. يبقى السؤالين بنعيد تاني وبنقول، السؤال الاول ألف وبه وجيم 13 درجة، السؤال التاني ألف وبه وجيم 13 درجة. نهاية السؤال الاول كان قطعة وعليها ثلاث أسئلة بست درجات، نهاية السؤال التاني قطعة وعليها ثلاث أسئلة برضو بست درجات. نشوف بقى السؤال الثالث. السؤال الثالث بدأ بمقارنة وقال لي قارن بين مؤتمر الأستانة ومؤتمر الجزيرة عام 1906. طيب هو ما قاليش قارن وسكت، في الامتحان في ورقة الامتحان 2012 حدد لي، قال لي من حيث الظروف ومن حيث نتائج كل منهما على الوطن العربي. طبعا طبعا كلنا عارفين الأستانة ده جزء خاص بالتاريخ المصري، الأستانة ده جزء خاص بالتاريخ المصري في الباب التاسع. اما بالنسبه لمؤتمر الجزيره ده خاص بمراكش بالمغرب، وده موجود طبعا كلنا عارفين في الباب العاشر. طيب يعني انا بقارن بين مؤتمرين وعايز من حيث الظروف ومن حيث النتائج. طيب احنا هنا كاتبين ظروف ونتائج كل مؤتمر، واضح طبعا مكتوب قدامنا على الشاشه ان هي نقط من غير جدول، انا ممكن اجيبها في جدول وممكن ما اجيبهاش في جدول، بمعنى ممكن اعمل جدول كده بعرض الصفحه واكتب مؤتمر الأستانة ومؤتمر الجزيرة، وجه المقارنة، الظروف، اوضح ظروف ده وظروف ده، بعد كده اوضح نتائج ده ونتائج ده. ما اقفلش الجدول الا في الاخر لما اجي اوصل ورقة الامتحان. ليه؟ في المراجعة وانا براجع ممكن احتمال كبير قوي الاقي فيه جزئية او سطر انا عايز اضيفه لمؤتمر الجزيرة او لمؤتمر الأستانة. لو انا قفلت الجدول هكتب الجزء ده فين؟ هكتب في صفحة تانية اقول له تكملة سؤال المقارنة؟ بلاقي الإجابة مشتتة وبتشتت نفسك. لا أنا سيب الجدول مفتوح لو أنا عامله في جدول، وفي المراجعة لو في إضافة يبقى عندي إضافة، وفي الآخر قبل ما أسلم أبدأ بإيه؟ أقفل الجدول بخط بالرصاص كده بالمسطرة وأسلم ورقتي. طيب ده سؤال أو شكل من طبعا أشكلة المقارنة، وطبعا المؤتمرات مهمة جدا 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 في امتحانات الثانوية العامة في التاريخ. دايما يجي لي مؤتمرات، احنا عندنا حوالي 5 أو 6 مؤتمرات في الكتاب اركز عليهم كويس قوي. وطبعا مقارنه زي كده طبعا كانت متوقعه العام الماضي وجت، احنا عندنا مؤتمر برلين، عندنا مؤتمر الأستانة، مؤتمر الجزيره، مؤتمر بلتيمور، مؤتمر لندن، مؤتمرات كتيره جدا في الكتاب لازم اعرفها. يبقى ده شكل من اشكال المقارنات اللي بنعرفها طبعا من خلال ظروف ونتائج. طبعا ظروف انعقاد مؤتمر الأستانة، وجود اسطول انجليزي وفرنسي في الاسكندريه طبعا من بعد المذكره المشتركه الثانيه، وبدات فرنسا تنسحب وبدات انجلترا تخطط لاحتلال مصر. ده تخطيط من انجلترا عشان تحتل مصر، بدات تعمل مذبحه الاسكندريه، بدات تحاول تعمل اي شيء تدخل مصر حصل بالاسطول بتاعها. فرنسا بتدرك ان بعد انسحابها ان انجلترا عايزه تنفرد بمصر، فتتوقف وتعلن ان هي تريد عقد مؤتمر دولي في الأستانة عاصمه الدوله العثمانيه لبحث المساله المصريه. دي كده الى حد ما ظروف عقد هذا المؤتمر. اما النتيجه على طول في المؤتمر حصل ايه؟ هيحصل طبعا قالوا في المؤتمر ان ميثاق نزاهه، تعهد تتعهد فيه الدول بألا تحاول ان تحتل جزء من ارض مصر، يعني خلاص انجلترا مش هتحتل مصر. المندوب الانجليزي اضاف عباره الا اذا حدث ما يؤدي لذلك. العباره دي بقى انجلترا هتلعب عليها، وده اللي واضح في النتائج. هتعمل موقف، هتخلق موقف اضطراري، ايه هو؟
اسطولها واقف عند شواطئ البحر. يبدا عرابي بصفته وزير حربيه يعمل تامينات وتحصينات في اسكندريه. تبدا الاسطول الانجليزي يتهم عرابي ويتهم الحكومه المصريه، انتوا بتقوموا بتحصينات، التحصينات دي ضد الاسطول الانجليزي، انتوا ناويين تضربوا الاسطول الانجليزي، انتوا بتحصروا الاسطول الانجليزي في البحر. وبالتالي الاسطول يرسل انذار بتوقف هذه التحصينات، وعندما ترفض مصر يقوم الاسطول الانجليزي بضرب الاسكندريه ودخول واحتلالها، ويبدا عرابي يتقهقر ويتراجع الى قفر الدوار. طبعا ده هنا بدايات احتلال مصر من بعد طبعا مؤتمر الستانه. يبقى هنا بنعرف الجزئيه جت ازاي. طبعا الجزيره زي ما قلنا مؤتمر خاص ب مراكش او المغرب. طبعا كان السبب الرئيسي زي ما قلنا السبب الرئيسي في مؤتمر الستانه كانت فرنسا، هنا في سبب رئيسي وهو المانيا. المانيا برضو بتدعو لعقد مؤتمر جزيره لبحث المساله المراكشيه، زي المساله المصريه هنا، هنا مساله مراكشيه. خاصه ان ويليام الثاني قيصر المانيا شايف ان هو المانيا مظلومه في الصفقات اللي بتتم. حصلت صفقات كتيره بين الدول الاوروبيه، انجلترا، فرنسا، اسبانيا، لاحتلال مناطق في الدول العربيه وتقسيم املاك الدوله العثمانيه. وبنجد هنا اللي بيحصل، المانيا مفيش وبيتجاهلوها تماما. خاصه ان المانيا كان ليها مشاريع وكل مشاريعها بيتم فشلها، زي خط سكه حديد برلين بغداد وغيرها. لذلك يدعو ويليام الثاني لعقد هذا المؤتمر. ده الظروف عقد المؤتمر. النتائج بسيطه جدا، في نقاط بسيطه، واحاول وانا بكتب احاول بنقط، ما اكتبش كل كلام سايح على بعضه. هنا في مؤتمر الجزيره بنقول وقفت انجلترا بجانب حليفتها فرنسا ولم يقف مع المانيا سوى النمسا. طبعا فرنسا هتخرج من المؤتمر قويه، لان الدول الكبرى وقفت معاها، ايطاليا وقفت معاها، نجد اسبانيا وقفت معاها، انجلترا وقفت معاها، والمانيا وقف معاها مين؟ النمسا بس. لذلك فرنسا تطلب تحتل مراكش، ولما بتحتل مراكش عام 1907 بتعزل سلطان مراكش للسلطان عبد العزيز لانه بيأيد المانيا، وتعين مكانه عبد الحفيظ، فتقوم المانيا بعمل حادث اللي هو اسمه حادث اغادير. ده كده قصه مؤتمر الجزيره. يبقى شفنا مقارنه من مؤتمرات وفيها جزئيتين ظروف ونتائج. هنشوف المقارنه الثانيه اللي جت، ان بيجي لنا مقارنتين نخلي بالنا منها. المقارنتين جم بست درجات، يعني اول مقارنه اللي احنا عدت ديت ثلاث درجات، وادي المقارنه الثانيه ثلاث درجات. المقارنه الثانيه كانت بيقول حركه وطنيه في مصر منذ 82 وحتى 92، يعني ال 10 سنين الاوليه من الاحتلال، والحركه الوطنيه في العراق، يعني عايز حركه وطنيه في مصر هنا في العراق. ومن حيث ايه؟ من حيث الخمود والبطء. حركة وطنية في مصر بطيئة في العشر سنين دول، وبطيئة في العراق من بعد معاهدة 30. طب ليه؟ يبقى هنا عايز حاجتين، يعني سببين، سبب لده وسبب لده. أنا متدرب مثلا أو أنا عارف السؤال ده، بما تفسر خمود الحركة الوطنية في مصر؟ بما تفسر خمود الحركة الوطنية في العراق؟ خلاص بجاوب على السؤالين عادي خالص، ما يعني ما خافش من شكل المقارنة. كأني سؤالين أنا واخدهم بما تفسر ما النتائج؟ هجيبهم في هنا في المقارنة. يعني ممكن من غير جدول خالص زي الشكل الموجود قدامي وابدا احل كده. ايه اللي حصل في الحركه الوطنيه في مصر؟ اول ما بدا الاحتلال سنه 82 قاموا باعتقال ونفي زعماء الثوره العربيه، خلاص. وبدات سياسه التشدد اللي عملها كرومر مع المصريين، وبدا كمان الخديوي توفيق يوافق على هذه السياسه وما اعترضش على اي سياسه. مش بس كده، ده خلعت بعض الشخصيات الوطنيه سوى بالمقاومه، وبدا انشغال الشخصيات هذه الوطنيه باعمال اخرى حكوميه او بالزراعه او بالتجاره او غيرها. ده كده في مصر. يبقى دي عوامل ادت لضعف الحركه الوطنيه، ادت لخمود الحركه الوطنيه. اما في العراق، من بعد معاهده العراق سنه 30 حصل صراع طائفي ومذهبي، خاصه زي حركه الاشوريين النصاطره المسيحيين، كمان نزاع بين الاحزاب لوصول الحكم، في كمان تدخل عشائر، قبائل، الاسرات الكبيره قوي اللي في العراق تدخلت لايه؟ الافساد الحياه السياسيه، عملت ايه؟ اسقطت وزارات وبدات تتدخل في تعيين وزارات جديده، كل ده سبب من اسباب بطء الحركه الوطنيه. يبقى هنا في مقارنتين، المقارنتين بست درجات، ثلاثه وثلاثه، ونخلي بالنا عشان نعرف ازاي اتعامل مع ورقه الامتحان، فن التعامل مع ورقه الامتحان، اقدر اجمع ال 50 درجه بتوعي. طبعا ده كان الف غير المقارنه. ب جه ايه؟ ما النتائج؟ ب ما النتائج جت بنقاط بسيطه جدا. على سبيل المثال الجزء الخاص بجامع الاحاديث، وده سؤال اعتقد طلبه بتاعنا كلهم حافظينه، سؤال سهل قوي، بيقول لي ما نتائج نشاط جماعه من علماء الحديث بجامع الاحاديث النبويه الشريفه في القرن الثالث؟ هو الاحاديث اتجمعت في القرن الثاني وكان في نشاط كبير في القرن الثالث، ايه نتيجه النشاط؟ بنحط في دماغنا على طول، اول ما اتجمع الاحاديث ظهرت كتب، ايه هي الكتب؟
صحيح بخاري وصحيح مسلم. كتب السنة الأربعة، ابن ماجة، الترمذي، النسائي، أبو داود وغيره. كمان في كتاب عن الأحاديث الموضوع، الأحاديث الموضوع زي اللي قال المصنوعة في الأحاديث الموضوع الإمام السيوطي، وظهور كمان علوم وثقافات أخرى زي علم التفسير والتاريخ، وأصبح الحديث منبع التشريع، المسائل المدنية وغيرها. ده كده شكل من أشكال من النتائج. أيضا السؤال بيه جالنا طبعا نتائج معركة حطين، وده طبعا سؤال سهل جدا في الجزء الخاص بالباب السادس والحروب الصليبية، قدامنا إجابته طبعا واضحة. في كمان نتائج، ثالث سؤال نتائج برضو إصدار بريطانيا الكتاب الأبيض. هنا في السؤال هو عايز مني، عشان برضو في طلبة اتلخبطت، أكتب نصوص الكتاب الأبيض الأول ولا أكتب إيه؟ هو عايز النتائج مش عايز النصوص. فنتائج الكتاب الأبيض الأول كانت تكمن في إيه؟ إن العرب رفضوا الكتاب، دي النتيجة. وإنجلترا صممت تنفذه، هتنفذه إزاي؟ فتحت باب الهجرة، بدأت تنقل الأراضي العرب اليهود وتحميل المواطن العربي طبعا بضرائب فادحة، بدأت تلحق الشباب اليهودي بالعمل في الأرض الزراعية عشان تاخد أراضي الفلان. دي النتائج قدامي. يبقى خلي بالكم من الحاجات الصغيرة دي، لما يقول لي نتائج حاجة ما اكتبهاش حاجة، عايز نتائجها. يبقى هنا في ثلاث أسئلة، ما النتائج بست درجات، يبقى ستة على المقارنة وستة مع النتائج، يبقى كده 12 درجة بتاع السؤال الثالث. آخر سؤال عندي وهو السؤال الرابع، جالي هنا سؤال بما تفسر، قدامنا ارتقاء الشعر العربي في العصر العباسي الأول، والسؤال الثاني لم يختلف، مجلس شورى النواب الذي افتتح يوم 26 ديسمبر 81 عن مجلس شورى النواب. طبعا السؤال الاولاني ما فيهوش اي مشاكل، انا مش هتكلم فيه، وكان سؤال واضح عن الشعر وارتقاء الشعر العربي او ازدهار الشعر العربي في العصر العباسي. السؤال الثاني هو اللي كان فيه مشكله. هنا بيقول لي لم يختلف مجلس شورى النواب اللي في 81 عن مجلس شورى النواب في عهد اسماعيل. هو في اختلاف؟ لا، ده ما اختلفش. الاثنين فيهم ايه؟ انا خدت ده وخدت ده، ده في ايه وده في ايه؟ ده في اعيان وده في اعيان، يبقى خلاص اقتصرت عدوته على فئه معينه وهي الاعيان ملاك الاراضي. الاثنين ما فيهوش متعلمين، قال لك لازم يكونوا خارج طبقه الاعيان، يعني لازم متعلم من الاعيان. اما المتعلم اللي خارج الاعيان يبقى هنا خلاص انا وضحت وجه الشبه، كاني بيقول لي قول لي وجه الشبه بين الايه؟ الاثنين. ده كده واضح من هذا السؤال. السؤال الثالث، دخلت الدوله العثمانيه الحرب، وده سؤال سهل قوي، ليه الدوله العثمانيه دخلت الحرب؟ وكانت اجابته حاجه واحده او حاجتين، استرداد ما اقتنصته من ولايات لصالح الخلفاء، وكمان لتحافظ على ما تبقى من الايه. يبقى في ثلاث اسئله بما تفسر برضو بكام؟ بست درجات. اخر حاجه الست درجات الاخرانيه، وعندي هنا قطعه لمصر دور رئيسي في استقلال الشعوب، يبقى دي ثلاث قطعه تيجي. يبقى انا عندي في السؤال الاول جاي قطعه، السؤال الثاني قطعه، والسؤال الاخير جالي قطعه، وبرضو في ثلاث اسئله اهو. دور مصر في استقلال البلاد العربيه، محدش يكتب دور مصر في الجزائر، دور مصر في ليبيا، دور مصر، لا، دور مصر في استقلال البلاد العربيه هما حاجتين، قبل ثورة يوليو وبعد ثورة يوليو. ده السؤال كان عايز مني كده بس، يعني عشان في طلبة تقول لي ايه ده نكتب بقى دور مصر في ليبيا ودور مصر في الجزائر ودور مصر في كذا، ما ينفعش. هو استقلال بلاد عربية حاجتين، قبل وبعد الثورة. طيب السؤال التاني كان في القطعة، لماذا عاد عرب فلسطين للثورة؟ انا مش عارف هم رجعوا للثورة، لا انا اركز ايه التاريخ المكتوب. 37 دي كان فيها لجنة اسمها لجنة بيل، اقول اللي عملوا لجنة بيل وموقف العرب بس، هي دي السؤال. يبقى رفض العرب قرار تقسيم فلسطين تحت لجنة بيل اللي هو دولة عربية، دولة يهودية والقدس تحت الانتداب، فالعرب لما رفضوا هيستمروا في الثورة، لأن خصصوا أفضل أرض لمين؟ لليهود. وبدأ العرب يفكروا إزاي يدوا صاحب العرب ويتحول صاحب الأرض اللي هو ملك الأرض إلى مطرود ولاجئ، ويبقى صاحب الأرض هو اليهودي، فده طبعًا أدى لإيه؟ استمرار الثورة. آخر سؤال كان في الامتحان، وهو سؤال من دروسي المستفادة من حرب أكتوبر. ودايما في امتحانات ثانوية عامة في السنوات الأخيرة بالذات بيجي لي سؤال من الدروس المستفادة، احنا عندنا حوالي 12 درس مستفاد، بيجي لي منهم واحد واللي جه السنة اللي فاتت الدروس المستفادة من حرب أكتوبر اللي هو خاص بالدفاع الجوي، وده كان سؤال مهم جدا طبعا، وده كان آخر سؤال في الامتحان. يبقى كده ال 50 درجة اتعرفنا على ورقة امتحان 2012 اللي هي إن شاء الله ورقة 2013 مش هتختلف عنها بنوعيتها بتقسيم درجاتها. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، واتبعونا بعد ذلك في إن شاء الله مراجعات ليالي الامتحان الأربع أجزاء.